السلام عليكم خوتي متابعي قناه امين شوب، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد في متجر نايك. كما كتعرفوا متجر نايك كنا ديجا صورنا فيه واحد لا فيديو، اليوم ان شاء الله قررنا باش نعاودوا نصوروا فيه فيديو تحت طلب بعض المشاهدين، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الموديلات والاشمنه ديالهم. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اخوتي تدعموني كيف ديما وديروا الاشتراك. مرحبا بكم اخو جبت لكم اخوتي هذا النايك، هاد الموديل ديال التخايل ديال البيست ديال الجري، بامكانك انك تجري به في البيست. عند واحد السميله اللي هي صحيحه من التحت، موديل ديال التخايل كيبقى ب 550 درهم في الصول. كاين هاد النايك دي زوم جرافيتي تبقى حتى ثمن زوين، حتى كديرها 745 درهم. موديل هذا ديال الرانين ديال الجري كما كتشوفوا هذا هو الثمن ديالها. شاركت معكم اخوتي هاد الموديلات هادي ديال اللبس نايك كور فيزيون، موديلات فيهم بزاف ديال الالوان بزاف ديال لي كولور. الثمن ديالها كيبقى ب 919 درهم، فيها بزاف ديال لي موديل بزاف ديال لي كولور. كاين هاد النوار هادي حتى هي في الموديل هذا، حتى هي دايره الثمن ديالها 919 درهم. كاين موديلات بزاف ديال الالوان، حتى هي النوار هادي النوار كامله سامبل. كاين هاد النوار هادي الشحطه بالذهبي بالابيض، الشحطه ديالها بالابيض حتى هي دايره 919 درهم. كما كتشوفوا النايك هادي سميتها نايك كور فيزيون ديال اللبس، فيهم بزاف ديال لي طاي. كاين هاد النايك هادي النوار هادي الشحطه بالذهبي دايره 839 درهم باش كتبقى. كاين هاد النايك هادي تاهي الشحطة ديالها النايك بالبريو كما كتشوفو، هدا هو الموديل، موديل زوين تا هو. الموديلات كامل لي وريتكم ديال اللبس، التمن ديالها هو لي كتشوفو في الشاشة 899 درهم باش كتبقى. الموديل هدا سميتو نايك كور فيزيو. كاين فهاد الستيل هدا تا هو نوار كاملة، جي الخياطه ديالها بهاديك البلو، جيب واحد السيل اللي هو واعر وزوين. الثمن ديالها كتبقى ب 840 درهم. كاين هذا الموديل هذا نايك كور رويال، الثمن ديالها كتبقى ب 769 درهم. نوار كامله حتى هي، الشحطه حتى هي بالبيض، فيهم بزاف ديال لي طاي كما كتشوفوا الستوك ديال لي طاي. شاركت معكم هذا الموديل هذا النايك هادي ويرال داي، سميتها ويرال داي دايره 909 درهم كما كتشوفوا، فيها بزاف ديال لي طاي حتى هي. كاينه فهاد الكولور هذا حتى هو هاد الكري هادي حتى هي دايره 870 درهم هاد الكري هادي. وكاينه في النوار ديالها حتى هي فيها بزاف ديال لي كولور، هادي دايره 909 درهم. وكاينه هاد الفابور ماكس هادي، الناس اللي كيعرفوا هاد الفابور ماكس هادي الثمن ديالها كتبقى ب 990 درهم سولد. الثمن ديالها هو هذا، كانت دايره 1415 ولا دايره 990 درهم. المهم خوتي كما كتعرفوا كنحاول جاهدا ما امكن باش نعطيكم سميات ديال السبرديلات، ونعطيكم ما امكن المعلومات على السبرديلات والاثمنه ديالهم. المهم كاين بزاف ديال لي موديل، المهم بقاو معايا في الفيديو وتبعوا معايا كلشي. مرحبا بك. كاين هاد النايك هادي ما تكون ديال التريننغ، تريني بها في لاصال، عندها لاسوميل ديالها اللي هي بلا، الناس ديال الكروس فيت هادي، الثمن ديالها كتبقى ب 924 درهم. كاين هاد النايك هادي نايك اكسبيريونس فليكس كتبقى 899. كاين هاد الموديل هذا ديال نايك دون شيفتر كتبقى 789 درهم. كيف كتعرفوا هاد الموديلات كاملين اللي كنشارك معكم موديلات 2021 2020، فيها بزاف ديال لي كولور. هذا كاين هاد الكولور هذا تا هو داير تا هو 769 درهم، فيها بزاف ديال الالوان تا هي. الموديل هذا تا هو فهاد اللوين هادي كتبقى ب 789 درهم. موديلات 2021 2020 كما كتشوفوا، هادي موديل 2021. جبت لكم اخوتي هاد النايك ريفوليسيون كما كتشوفوا، هاد الموديل هذا تا هو ديال جري ديال 759 درهم في هاد اللون هذا.
المهم اخوتي ساليت مع السبرديلات ديال الرجال، دابا ندوزو لي تيشيرت ديال الرجال. المهم كاين التيشيرت هذا ديال نايك، شارك معكم التيشيرت هذا تاهما، التيشيرت هذا في متجر ديال نايك ما كتشوفوا. التيشيرت هذا داير 210 درهم، انا كنقلب على التيكي ديالو باش نشوف لكم الثمنه ديالو. الثمن ديالو كيبقى ب 210 درهم. قلبت التيكي هذه ما لقيتش فيها الثمن، غنقلب واحد لي تيكي اخرين في واحد لي تيشيرت تاهما. الثمن ديالو هو هذا اللي غادي نلقاه هنايا في التيشيرت هذا، غنوريكم الثمن ديالو كيبقى ب 210 درهم. هاد الموديل هذا هو الثمن ديالو، غنوريكم دابا الثمن ديالو 210 درهم كيما كتشوفوش هنا في الشاشة. موديلات واعرين تاهما، هادو ديال اللبس، هادو كاين هاد البلون هذا، هاد الكولور هذا كيما كتشوفو رانيين، هادو ديال الجري. كاين هاد الموديل هذا تاهو الموديل كوطون ديال اللبس هذا، كتشوفو في هاد الديزاين هذا ديال نايك تاهو كيبقى الثمن ديالو هو هذا لي كتشوفو. نوريكم دابا كيبقى ب 319 درهم. كش معكم هاد الموديل هذا حتى هو ديال اللبس في هاد الكولور هذا بهاد الديزاين هذا ديال نايك كما كتشوفوا. هو الموديل الثمن ديالو كيبقى 235 درهم سولدي، هو الثمن ديالو. جبت لكم هاد لي تيشيرت هذا ديال نايك هذا السامبل كما كتشوفوا، هاد الموديلات واعرين ديال نايك، الثمن ديالهم ديال 349 درهم، هو الثمن. هو التيشيرت هذا السامبل هذا نايك سامبل داير 259 درهم. جبت لكم هاد الشورطات هادو كما كتشوفو، فيهم بزاف ديال لي موديل، بزاف ديال لي كولور. شورطات ديال الجري هادو ديال الرانين، الثمن ديالهم هادو كيبقى ب 499 درهم. هذا موديل جديد هذا، فيه بزاف ديال لي كولور، في هاد الكولور هذا تا هو، في هاد الكولور هذا تا هو، فيه بزاف ديال لي كولور. جبت لكم هاد الموديلات هادو ديال نايك، هاد الشورطات هادو حتى هما هادو كيبقاو رخاص شويه، كيبقاو 250 درهم. هاد الستيل هادا الثمن ديالو هو هادا كيبقى 250 درهم. فيهم لي طاي كاملين من السمول حتى الاكس ال. كاين هاد الشورط هادا ديال اللبس، شورط زوين واعر في هاد الكولور هادا، هادا ديال اللبس هادا ابيي، داير 619 درهم كيف كتشوفو. هادا هو الثمن ديالو 619 درهم. كاين هاد التيشيرت هذا في البلو مارين، لي كولور واعرين زوينين، فيه بزاف ديال لي كولور. هاد التيشيرت هذا فيه البلو مارين نوار، داير 329 درهم. المهم خوتي للتوضيح فقط، انني انا كنمشي للمتجر ديال نايك اولا اديداس اولا اي متجر كنحاول نصور فيه نوصل لكم المعلومه والاثمنه والموديلات. المهم دابا نشارك معكم موديلات ديال النساء سبرديلات بهاد الموديل هذا، هاد الرياكت هادي نايك رياكت لوين واعر ديال العيالات، داير 915 درهم. كاين هاد الموديل هذا ديال نايك نايك 270 كتبقى ب 1130 درهم. كاين هاد نايك ام دي فاليونت، الموديل هذا رخيص كيبقى ب 315 درهم، موديل ديال اللبس ديال البنات، في هاد الكولور هذا البيض هذا بالبيج بالشحطه بالاحمر، داير 629. كاين هاد النايك هادي كوغ بوروغ كما كتشوفو، هادي هي السميه ديالها ديال الوليدات، 720 درهم. كاين هاد النايك هادي حتى هي ديال الوليدات كتبقى ب 649 درهم الموديل هذا. كاين هاد النايك دون شيفتر كتبقى ب 639 درهم في هاد اللون هذا، فيها بزاف ديال لي كولور. في هاد الغوز بيبي هادي ديال البنات هذا دايره 639 درهم، وهاد الكولور هذا حتى هو ديال البنات، فيها بزاف ديال لي موديل دايره 639 درهم، الشحطه بت الصفر هذا. المهم خوتي كيفما كتعرفوا شاركت معكم بزاف ديال الموديلات، كاين هاد الموديل هذا حتى هو داير 679 درهم، وهاد الموديل هذا بزاف ديال الموديلات كاينين كيما كتعرفوا. هاد الموديل هذا شا هو ديال الوليدات ديال البنات هذا. كاين هاد الاير ماكس هادي تا هي داير 720 درهم، هاد الاير ماكس فيها نوامر صغار هادي. كاين هاد النايك غونو ديال البنات داير 755 درهم، وكاين هاد النايك هادي ديال ريفوليسيون ديال البنات تا هي داير 759 درهم.
فيها هاد الكولور هذا حتى هو هاد الكريه هادي حتى هي هادي ديال البنات ديال 759 درهم حتى هي فيها بزاف ديال لي كولور حتى هاد الكولور هذا حتى هو هو الثمن ديالو حتى هو ديال 759 درهم حتى هو وكاين هاد الموديل هذا نايك كاست كتبقى ب 485 درهم هاد الموديل هذا واعر زوين ديال الجدري هذا ديال البنات صافي بقى اخر موديل اخوتي هاد النايك هادي ديال 915 درهم المهم خوتي ما تنساوش الاشتراك في القناه الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش كيف ما كتدعموني دائما بالكومونتات الزوينين ديالكم كنشكركم بزاف ديال المتابعين اللي كيتابعوني وكيكتبوا لي لي كومونتات زوينين وكيحفزوني بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش انا خدام في هذا المكازا ولا هادي انا ما خدام